حسن تنطلق منه ريبورت زائد ريبورت المعمل. خلاص طبعا انا عارف ان بعضكم بينسى يجيب ريبورت معاك، مفيش اي مشكله لو انت نسيت تجيب الريبورت بتاعك معاك، هو الدكتور برضه هينسى يوصل لك الدرجه. يعني لو عايز تنسى ما عندناش مشكله، لو انت يعني طبعا هي بتحصل ليه؟ لانك انت ما بتبقاش فاهم في الريبورت فمش عايز تجيبه عشان ما تتسالش. خلاص؟ السؤال في الريبورت، لو الدكتور حس ان حضرتك مش انت اللي عامل الريبورت ومش فاهمه، قد تصل ان هو يدينا نوت ان هذه درجه الريبورت لا توصل. درجه الريبورت ما توصلش اه، بقول لها جزءها على حسب ما الدكتور الامبريشن اللي هيجي للدكتور. طب يا دكتور احنا مقسمين الاجزاء. في اجزاء مقسمين الاجزاء. مقسمين الاجزاء. احنا ما قلنا تقسموا اجزاء وتعملوا مجموع سته، كنا اتفقنا على حاجه ولا قلنا قسموا كل واحد ياخد جزء ومش تاخد الخمسه اجزاء التانيين؟ فكرني كده، انا مش فاكر. اظن انا قلت انت كاتب اسمك على الريبورت كله ولا كاتب اسمك على الجزء اللي انت عامله؟ وعموما دي برضه محلوله، حضرتك ممكن تعمل ريبورت لوحدك ما عندناش اي مشكله. لو الحل انك انت تفهم الاجزاء كلها انك تعمل ريبورت لوحدك، احنا موافقين يا عم اعمل ريبورت لوحدك. طالما لو انت قلت جيت قلت لي مش ده الجزء بتاعي، اوحش اجابه ممكن تجاوبها على فكره. ليه؟ لان معناها ان انا هحط لك درجه على الجزء اللي انت عامله بس. يعني لو احنا عندنا ست اجزاء وانت مقسم على زمايلك وحاجه قلت لي ماليش دعوه غير بالجزء ده، اقول لك اوكي هتاخد ست. لما نقول الجزء الجماعي التسهيل ليك، مش معنى التسهيل ليك انك مالكش دخل بالخمس اجزاء التانيين. خلاص؟ بما ان الريبورت مكتوب عليه اسم حضرتك، يبقى حضرتك لازم تعمل ايه بقى؟ تسال زمايلك يشرحوا لك الحاجه اللي عاملينها وتخش كانك انت عاملها. خلاص؟ ما تضمنش طبعا انت ممكن تتسال فين؟ يعني الدكتور هيبقى فاتح كده حته عايز يسال فيها ويقول لك ايه دي؟ اوحش اجابه تجاوبها ده مش الجزء بتاعي. على طول ده كروس واسمك هيجي لنا. طب خش مجموعه ولا كلها كروس؟ انت هيبقى ليك معادل. المعادل اللي هتخش فيه تبقى للكشف، مش شرط تكون مع بقيه مجموعه. فانت طبعا نص الريبورت، النص دي هتاخدها معاك تاني مفيش مشكله، انت مش هتاخدها منك. ماشي؟ فانت هتخش في ترتيبك رقم الكشف بتاع حضرتك وهتخش لنص الريبورت. هيسالك فيها هتطلع، ممكن تروح تدي ريبورت لاي حد تاني من زمايلك مفيش مشكله. وطبعا المفروض انك تخش بالريبورت اللي انت مسلمه لنا. يعني ما ينفعش تخش في ريبورت اخر غير الريبورت ليه؟ اللي متسلم. خلاص؟ هنعرف ازاي؟ اولا انت هتتسال في الريبورت، احسن لك تخش في الريبورت اللي انت عارفه ولا الريبورت اللي انت مش عارفه؟ اسال فيه. ايه اللي هيخلينا نشك في حضرتك؟ ايه اللي يخليك تخش في ريبورت اخر غير الريبورت بتاعك؟ الاسهل زي الفل. لو الريبورت الاسهل ده وقع للدكتور وحس ان الريبورت تعبان، هياخد اسمك كده وكروس ان الريبورت تعبان ويقول لك معلش سيب لي الريبورت ده. خلاص؟ فاحنا هناخد الريبورت بقى اللي هو قال عليه تعبان ده ونشوف انت مسلم ايه. خلاص؟ لو لقينا الريبورت اللي انت مسلمه غير الريبورت اللي حضرتك دخلت بيه، انا اؤكد لك 100% انك انت السنه الجايه مش هتعمل الغلطه دي. واضحت؟ ليه كده انا اعمل كده ولا ليه كده انت تخش في ريبورت تاني؟ ليه كده تقف على مين فيهم؟ ترد عليا لو قلت ليه كده، رد عليا ليه كده؟ انا مين اللي قال كده؟ اه انت بتقول ليه كده تخش ريبورت تاني؟ اه مش ليه كده احنا نعمل كده؟ احنا كده لو ما ظبطتيش بس انا اتخذت مش عارف مكان اللي احنا هنعمله ولا حاجه. لا انت ما لناش دعوه. طيب احنا مظبطين خلاص؟ يعني انت الطالب النورمال ما عندوش مشكله معانا خالص، هيخش الفورم هيبقى عارفه هيسال فيه هيجاوب هياخد درجه حلوه مفيش اي مشكله. الطالب بقى اللي هو عايز يضحك علينا طبعا يعني ما انصحكش قوي يعني. خلاص؟ ما انصحكش قوي معناها ايه؟ معناها في احتمال ما ناخدش بالنا؟ اه طبعا 100% ما ناخدش بالنا. عايز تاخد انت الريسك خده بس على مسؤوليتك مش على مسؤوليتنا. ارجو ان كلامي يبقى واضح. ماشي؟ بس لو خدت الريسك ونجحت معاك ما تطلعش تربيها دي. لانك لما تربيها دي يجي لنا الخبر. فبنرجع نجيبك تاني يعني. ماشي؟ وصدقني الدكاتره عندهم خبره وبيقدروا يعرفوا وعارفين كل اللي عارفين طبعا لو الدكتور حجز الريبورت بتاعك يعرف ان عندك مشكله. لان معناها ان الريبورت ده هيروح لاساتذه المواد وتشاف حكايته ايه. أنا أول حاسس
فاربوش مفيش داعي للمشاكل يعني خليك بعيد عنها احسن. بالنسبه للسكاشن سكاشن الاسبوع الجاي هنبتدي سكشن. انتوا خدتوا ايه دلوقتي؟ بتاخدوا ايه الاسبوع ده؟ مش حاجه لسه دلوقتي. انت بتاخد اول سكشن في الكايناماتكس، بتاخد كويز في الزميشن اناليسيس اول روتيشن خلاص، وبتاخد اول سكشن في الكايناماتكس. الاسبوع اللي جاي هيبقى عندك كويز في البيزك الكايناماتكس، ده سؤال سهل جدا بتضمنه بسهوله، وهتاخد سكشن على الكلام اللي انا هتكلم عليه النهارده اللي هو المومنتوم اناليسيس خلاص. الاسبوع اللي وراه هيبقى فيه محاضره مجمعه هتاخد فيها السكشن الثاني بتاع الكايناماتكس اللي الدكتور حسن هيبتدي يكلمك عليه الاسبوع الجاي خلاص. يعني احنا شغالين داخل اسبوع؟ اه شغالين داخل اسبوع. طيب الاسبوع الفاينل كمان لو عايز تشتغل معانا. نعم خليتش ايه؟ هيترحلوا حتى روتين، هيبقوا حتى روتين ومحسنشينهم مترحلة لغاية لما في آخر الأسبوع اللي هو قبل الامتحانات كان عنده سكاشن خلاص؟ طيب ما بقول لك ايه دلوقتي، احنا هنتكلم على الموضوع اللي فتحته المره اللي فاتت اللي هو ما ينفعش يبقى العدد صغير وما في كلام كمان، ما ينفعش. على فكره انا برضو حذرتكم تحذير قبل كده، قلت لكم خلي بالك لما نقرب على ميعاد الامتحان ما تضايقش الدكاتره، لان الدكاتره نفسيا كده بيحط الامتحان وكمان بيعلم، فالقصه مشكلتين. وما يضمنش نفسيته بقى وهو بيعلم درجه مثلا 10 يحط الصفر بس او يحط الواحد بس، وهو بيحط الامتحان بقى عنده مسائل كتير، مساله سهله ومساله صعبه، يفتكر مثلا ما كانش عارف يشرح المحاضره يروح ايه حاطط المساله الصعبه كده ما يضمنهاش يعني. فارجوك تعاون معايا، احنا فاضل لنا محاضرتين، الثلاث ده والثلاث اللي جاي. فاستحملني كده 30 ما احسن ما تستحملني سنه كمان. قصدي الثالثة يعني بدرسها الثالثة. طيب كنا بنتكلم على موضوع المومنتم اناليسيس فلو سيستم، وانا الحقيقة بالنسبة لكم هسهل لكم القصة خالص. انا كنت بشرح الاثبات والاستنتاج، انا معاك مش هشرح الاثبات والاستنتاج لان الحقيقة في سنة ثالثة بيتشرح لك تاني، فانا هنط عملية الاستنتاج، انا هقول لك الفكرة العامة وهناخد الايكويشنز على طول وبناخد عليها ابلكيشنز النهارده والاسبوع اللي جاي. الكلام ده قلت لك موجود عندك في الكتابين اللي احنا بنشتغل بينهم، سواء كتاب يونس شينجل او مونسون يانج اندوكيشي شابتر 6 وشابتر 5. وقلت لك الابلكيشن المره اللي فاتت شفنا موفيز وشفنا الابلكيشن ازاي انت بتقدر تحول الفيلوستي لما تخبط في بادي ايا كان نوع البادي بيبقى في رياكشن، سواء رياكشن على النوزل او رياكشن نتيجه الجيت دي لما تخبط في بادي اخر. وكلمنا على الابلكيشن بتاع البنت، وقلت لك العمليه بتيجي من التشينج اوف مومنتم، والتشينج اوف مومنتم از ا فيكتور ام في، وبالتالي التشينج اوف مومنتم ده بما انه فيكتور ممكن يكون تشينج في الماجنتيود زي في حاله النوزل، او تشينج في الدايركشن زي في حاله البنت، او ممكن يكون الاثنين مع بعض تشينج اوف ماجنتيود ودايركشن، وبالتالي بينشا فورس. واحنا بنبقى عايزين نحسب الفورسز دي عشان نشوف الرياكشن فورسز سواء هنا او الرياكشن اللي همسك فيها النوزل او اللي حسب بيتها. والكلام ده بنستخدمه في التربينات، هتاخده في سنه رابعه ان شاء الله، نوع التربينات اللي بنسميها رياكشن تربين، بتعتمد على انك انت بتحول الهيدروليك انرجي اللي هي عباره عن كينيتيك انرجي في الحاله دي اللي هي بي سكوير على كي جي، لما بتخبط في بنسميها باكت بتتحول الى فورس، والفورس بعد كده بنحولها الى باور زي بيلتون هيل قدام حضرتك. وقلنا عشان نحل الكلام ده قدام نظريتين، طريقه عملي وطريقه نظري، ان شاء الله في سنه رابعه هتشوف البيلتون هيل عملي. بالنسبه لنا هنتكلم على الثيوريتيكال ابروتش، الثيوريتيكال ابروتش في طريقتين اناليتيكال او نيوميريكال. احنا هنتكلم على الاناليتيكال، وطالما بتكلم على الاناليتيكال يبقى لازم اشوف هحل انهو ايكويشن خلاص؟ هحل انهو ايكويشن؟ حل كونسرفيشن اوف ماس وكونسرفيشن اوف مومنت، كونسرفيشن اوف ماس باي ذا واي. حضرتك هيبقى في ريبورت لو حضرتك عايز تسلمه، ريبورت بونص مش ميعاده دلوقتي، هيبقى ميعاده لو حضرتك عايز هيبقى بعد الامتحانات باسبوعين، من يحصل اسبوعين بس، هيبقى تعليمه بطريقه ثانيه خالص. تعليمه ان حضرتك هتيجي هنقي، لو انت مش تعمل ريبورت مميز مفيش داعي تعمله من الاخر كده خلاص.
الريبورت المميز هتعمل مجموعات، مجموعات لحد اقصى 6، ممكن يكون نفس المجموعه اللي معاك او اي مجموعه ثانيه خالص ملهاش علاقه باللي قبل كده، لان ده هيبقى بوه خلاص. وهيبقى حضرتك هتعمل برزنتيشن قدام زمايلك، وهناخد مركز اول ثاني ثالث رابع، ولو الريبورتات كويسه قد تكون الجائزه الاولى للمركز الاول، قد حط 10 شروط، قد تصل الى 5 درجات لكل طالب في المدرسه. مش اي مشكله. انا في الاخر اللي عايز يقدم يعمل، لو هتعمل ريبورت اي كلام مش هترفض ولا درجه. خلاص الريبورتات المميزه هيتعمل بينها مسابقه، وهتعمل برزنتيشن في حضوركم لو انتوا عايزين تبقوا موجودين او اللي موجود، والدرجات مش انا اللي حطها، هنعمل تصويت ما بين زمايلك، كل واحد يحطها بقى عشان ياخد كويس. مش هينسي مثلا ايه؟ نعم الريبورت المميز تاخد درجه، مش هاخد ولا ترتيب من الاربعه، مش هاخد درجه بقى. لا لا، اي حاجه مميزه هتاخد درجه مينيمم درجتين. المميزه دي يعني ايه؟ طب انا لما حاجه اعمل ريبورت على الكلام ده خلي بالك، انا قلت لك مش انا اللي هحكم الاساسي، ده زمايلك اللي هيحكمه. طالما قلت زمايلك اللي هيحكمه يبقى حضرتك لازم تلفت نظر زمايلك، فمش هتيجي تقول لهم ايكويشن، هتيجي تكلمهم على ابلكيشن، هتدور على ابلكيشنز حيه فيها تطبيق مباشر للمومنتم اناليسيس، وهي دي اللي هتشرح. كل ما الابلكيشن بتاعك يبقى اتراكتف لزمايلك، وكل ما البرزنتيشن تبقى قويه، كل ما انت هتاخد درجه ايه؟ تعالى يعني احنا بندور على ابلكيشن خاصه بالمومنتم اناليسيس. خلاص؟ تجيب موفيز، تجيب انيميشن، تعمل برزنتيشن، وات ايفر. دكتور نعم. ده الخمس درجات دول على الفاينل ولا على اعمال السنه؟ لا اعمال السنه. عمل السنة مفيش فاينل سري، ما اقدرش يجي جنبه خالص. خلاص، وبالتالي إجابة على هذا السؤال، لو حضرتك واخد 60 من 60 في أعمال السنة، الخمس درجات مش هيفيدوك بحاجة. هل أنت هتاخد 60 من 60 لما نشوف امتحان الشام جايز؟ بس يعني عشان أقول لك يعني من تجاربنا السابقة في دايما معك تاني سنة تالتة، كان بيجي الناس اللي واخدة 60 من 60، لأن هي فرصة بالنسبة لك إنك تبرزنت قدام ناس. بغض النظر عن الدرجات، بغض النظر عن القصه دي، هي فرصه بالنسبه لك اكتيفيتي حلوه هتبقى في رمضان، انك انت تبقى مشارك فيها، دي حاجه كويسه تسلي صيامك في رمضان. عشان كده قلت لك اسبوعين من بعد نهايه الامتحانات، يعني هنبقى في نص رمضان تقريبا ان شاء الله. خلاص يعني ميعاد التسليم من دلوقتي بقول لك اهو ماكسيموم 15 رمضان. هتبعت لنا على الايميل بتاع الباشمهندس سياسي مديهولك تبعت عليه. لغايه 15 رمضان على 20 رمضان كده او 19 رمضان هنحدد معاك تيجي تعملوا برزنتيشن لو عايزين. خلاص؟ ده اوبشنال. على فكره حكايه اوبشنال هي مش اوبشنال قوي، يعني لو انت مش واخد 60 من 60 يبقى بالنسبه لك الحقيقه ما بقاش اوبشنال قوي، بتكلم في 5 درجات بس. هل انت شايف نفسك هتقدر تعمل ريبورت مميز وتبرزنته كويس؟ لو انت شايف نفسك بتعمل ريبورت من اللي بيتعمل ده، اللي بتروح المكتبه تطلعه او بتعمل سيرش على مومنتم اناليسيس وتطبع لي حاجه من اللي طلعت لك واديها لي، اكيد ده مفيش داعي توفر ثمن الحبر وثمن البرنتر، مفيش داعي، لان مش هقول لك وفرت مجهود، لان مفيش مجهود، ما بتعملش مجهود اصلا، انت بتعمل برنت وخلاص. ماشي؟ لكن لو انت هتعمل ريبورت مميز وتدور على القصه وتشوف ابلكيشن واحد او اثنين او ثلاثه او اكثر، ما يهمنيش على الابلكيشن، هو ده اللي بيدور، اللي عايز 5 درجات او عايز يبقى في الاكتيفيتي دي هو حر. دكتور لو في فيديوهات او انيميشن نعملها، بعتها برضه على الايميل، انا هبعت نسخه بس الورد او البريف. تبعت كل حاجه خاصه على الايميل. ماشي؟ الريبورت او وورد او كبرزنتيشن واتاتشمنت اللي هي الورد. لو الاتاتش بتاعتك اكبر من انك ترفعها على الايميل هتهلنا على سيديهاي او على فيديو. طيب احنا دلوقتي هنشوف، هل احنا هنشوف ابلكيشنز كتيره هنا طبعا كمسائل، وانت طبعا ممكن تبقى ليك ابلكيشنز. بنتكلم على ان انا بحل بالكونزرفيشن لوز، احنا قلنا المره اللي فاتت ان انا هتكلم على الكونزرفيتي ايكويشن اللي هي الكونزرفيشن اوف ماس، والمومنتم ايكويشن اللي هي الكونزرفيشن اوف مومنتم. عشان نقدر نطبق الكونزرفيشن اوف ماس والكونزرفيشن اوف مومنتم هنعرف فرق ما بين حاجه اسمها كنترول سيستم وحاجه اسمها كنترول بوليوم. ايه بقى الكنترول سيستم والكنترول بوليوم؟ حضرتك عشان تدرس اي حاجه
فحضرتك بتدرسها على حاجه معينه. يعني مثلا لما خدت اثبات برنولي سيكويشن، حد فاكر خدت اثبات برنولي سيكويشن عملت ايه؟ خدت اليمنت صح، وابتديت تحط الفورسز اللي عليه. الاليمنت ده سميناه كنترول فوليوم. يبقى عشان تدرس حاجه لازم تحدد حاجه معينه تدرس عليها. قدامك طريقتين، يا تحدد ماس محدده اقول الماس دي اللي حدث عليها ودي اللي بنسميها كنترول سيستم، يا بحدد فوليوم معين واقول حدرس التغير اللي هيحصل في هذا الفوليوم بنسميها كنترول فوليوم. يعني على سبيل المثال لو انا دلوقتي اتكلمت على جاز حجمه الكتله بتاعته 2 كيلو جرام، دي اللي هتبقى ثابته. لما هيك سخنت الفوليوم اتغير، الباوندري اتغيرت اتحركت، لكن الماس زي ما هي 2 كيلو جرام. وبالتالي دي بنسميها كنترول سيستم، كنترول سيستم او كنترول ماس او فيكسد ماس. يعني ايه؟ يعني الكنترول سيستم ده مفيش فلو اكروس السيرفيس بتاعه، يعني مفيش فلو طلعت ولا فلو دخلت، كتله زي ما هي ثابته ما اتغيرتش. وبالتالي بتبقى بدرس كتله ثابته بنسميها كنترول سيستم او فيكسد اماونت اوف ماس. مش دي الطريقه اللي احنا هندرس بيها. سنه ثالثه هشرح لك توضيح اكتر على الفرق ما بينهم وهو بيشرح الاثبات. احنا هنتكلم على الكنترول فوليوم. ايه الكنترول فوليوم؟ بحدد فوليوم معين اللي هو الخط المنقط ده، بدرس نوزل مثلا في فوليوم اللي هو الخط المنقط ده. هل الماس جوه الفوليوم دي ثابته؟ لا. امتى تبقى ثابته الماس؟ لو ايه؟ ستيدي. امتى الماس داخل الكنترول فوليوم تبقى ثابته؟ ستيدي. او الماس ايه يساوي الماس اوت؟ امتى الماس ان يساوي الماس اوت؟ ها؟ ايه؟ اوبن سيستم. بس الماس ان وماس اوت يساوي ماس اوت. لو الفلو انكمبرسبل، لو هو انكمبرسبل فلو، انكمبرسبل فلو معناها رو ايكوال ايه؟ رو ايكوال كونستنت. لو انت محدد كنترول فوليوم ثابت، يعني الفوليوم ثابت، فوليوم ثابت ورو ايكوال كونستنت، يبقى انت بتتكلم على incompressible flow. يعني ماس بتساوي رو في فوليوم، رو ثابته فوليوم ثابت، يبقى الماس هيبقى ايه؟ ثابت. خلاص. وبالتالي الحقيقه اللي اتقال هنا ده النتيجه. لو هو incompressible flow الكونتينيتي ايكويشن ببساطه هتقول ايه؟ ماس رو ان يساوي ماس رو ريت اوت. طب لو هو كومبريسبل؟ لا، كومبريسبل الدنسي ممكن تتغير، لو الدنسي اتغيرت يبقى الماس اتغيرت، يبقى الماس رو ريت ان ناقص الماس رو ريت اوت بتساوي the change of mass inside the control. خلاصة القول، عشان احنا هنستخدم كنترول فوليوم ده دلوقتي، احنا هنحدد فوليوم معين ونبتدي نحط ماس رو ريت ان ماس رو ريت اوت، الفورسز كلها هنحطها على الكنترول فوليوم، والتشينج اوف مومنتم هنحطه على الكنترول فوليوم. يبقى احنا هناخد نظريه الكنترول فوليوم هو اللي ثابت، وهدرس التغير اللي هيحصل اكروس السيرفيس بتاعت الكنترول فوليوم. وده اللي انت عملته في الرولز ايكويشن، خدت كنترول فوليوم اليمنت وحطيت الفلوريت وحطيت الفورسز بريشر فورس فريكشن فورس مش موجوده في الكنترولز الويت كل ده حطيته. بما ان انا بتكلم على فلوريت اكروس فيسز او اكروس سيرفيس، فلازم اعرف الفلوريت ده هجيبه منين. فلو عندي سيرفيس بالمنظر ده متغير وعايز اجيب الفلوريت اكروس السيرفيس ده، ايه المشكله؟ المشكله ان الفلوستي مش لازم تبقى نورمال، كمان الفلوستي ممكن تكون متغيره. فانا باخد اليمنت ابعاده دي ايه وبقول الدي ام خلال هذا السيرفيس هيساوي، لازم احلل الفي دي لمركبه عموديه على السيرفيس او على الاليمنت اللي انا خدته، مركبه تانجنشال مش هتاثر معايا، فانا حللت مركبه نورمال مركبه تانجنشال، وان هنا هلاقي الدي ماس اكروس الشريحه دي هتساوي الرو في الفيلوستي نورمال فيلوستي في الدي اي. تضرب الفي في الدي دي لك فوليوم فلوريت، تضربه في الرو دي لك ماس فلوريت. لو عملت انتجريشن على كلوزد اريا بتاعت السيرفيس دي لك الماس فلوريت اكروس السيرفيس. حد عنده اي سؤال في الكلام ده؟ طيب عشان اسهلها لك اكتر تعالى نشوفها هنا. ده فلو بايب، دي فلو بايب انت خدت الشكل ده. فلو بايب عندك فلوستي متغيره من صفر لغايه ماكسيموم عند السيرفيس. خلاص؟ كنا بنقول لك الكونتينيتي ايكويشن في كيو بتساوي ايه؟ الاريا في الفي. والسؤال هي انه في اللي حضرتك بتستخدمه؟ الافرج. والافرج فيلوستي حاجه غير محسوسه، حاجه ما تقدرش تقيسها. هل حد يقدر يقيس الفي افرج؟ في اي طريقه يقيس الفي افرج؟ في طريقه احسب الفي افرج، خلي بالك. في طرق احسب بيها الفي افرج، لكن اقيس الفي افرج، الفي افرج حاجه ثيوريتيكال، وبالتالي ما اقدرش اقيسها.
ما ليه اللي بتقدر فيه تقدر تقيس الكيو فوليوم فلو ريت لو قسمته على الاريا يدي لك الافريج فيلوسيتي تقدر تقيس الفيلوسيتي عند كل نقطه من هنا وبالتالي تحدد البروفايل ولو جبت البروفايل تقدر تجيب البي افريج بالقانون ده ان البي افريج في الاريا بتساوي تكامل البي دي اي خلاص الكلام ده اتخذته من البايب لاين فاحنا لما هنستخدم الكلام ده احنا الحقيقه هنستخدم البي افريج على طول فالبي افريج هنستخدمها كام دوت بتساوي رو في كيو اللي هي بتساوي رو في ايه في بي افريج الفلوسيتي اللي انا باخدها دي بي افريج لما باجي اتكلم هنا حاول تساوي رو في ايه في بي ما تنساش البي دي هي بي افريج خلاص عشان هنا في تقريب الحقيقه لو انا بجيب الكيو الحقيقيه كنت لازم اجيبها من الانتجريشن اللي هو المعادله دي اللي هو المعادله دي اعمل عمليه انتجريشن تكامل في دي ايه خلاص يبقى احنا هنستخدم ام دوت تساوي رو في ايه في بي افريج يبقى الكونتينيتي ايكويشن اللي حضرتك استخدمتها قبل كده في البايب لاين وعارفها فور ستيدي كومبرس وال 1 دايمنشن ام دوت 1 تساوي ام دوت 2 يعني رو 1 تي 1 دي 1 تساوي رو 2 بي 2 اي 2 ولو هو ان كومبرسبل هتلاقي الرو هتبقى هي مع الرو وهنا كان الام دوت تساوي كونستنت لو هو ان كومبرسبل هتبقى الكيو او الفوليوم فلو ريت هو اللي هيساوي كونستنت القانون اللي حضرتك استخدمته قبل كده وعارفه وده برضه اللي احنا هنستخدمه مفيش مشكله بقى دلوقتي ما عنديش حاجه جديده طب فين الجديد بقى الجديد هيجي طبعا ده ابلكيشن الكونتينيتي ايكويشن بتقول ايه لو التوتال ماس ريت ان 2 و3 يبقى لازم يخرج من هنا ايه 5 الكلام ده فور ايه فور ان كومبرسبل فلو فور ستيدي او فور ستيدي فلو ممكن يا اما ستيدي فلو او ان كومبرسبل فلو ان كومبرسبل فلو سيجما ان كيو ان تساوي سيجما كيو اوت نعم في الكومبريسبل لا تاني او ايه ام دوت اكروس الفلو ام دوت الفلو ريت يعني لو عندي بايب لاين كده ام دوت واحد هتساوي ام دوت ماشي ما اقدرش اطبق كيو لازم اطبق ام دوت للكومبريسبل لان الرو ممكن تكون متغيره من البوزيشن 1 عن البوزيشن 2 الانكمبرسبل فلو هو الفوليوم فلو ريت هو اللي سامي خلاص لان الرو بقى خلاص تساوي الاريا 1 في 1 تساوي الاريا 2 في 2 ماشي اي سؤال في الكلام ده طيب هنا بقى الجديد الاول هنا هنتكلم على الجديد عندك سؤال؟ طيب هنا هنتكلم على الجديد اللي هو استخدام قانون نيوتن تاني اللي حضرتك استخدمته الحقيقه اللي هو كونزرفيشن اوف مومنتم حضرتك استخدمته فين؟ انا كنت المره اللي فاتت قلت لك برنوليز ايكويشن دي جايه منين برنوليز ايكويشن تعبر عن انه كونزرفيشن كونزرفيشن اوف مومنتوم ولا كونزرفيشن اوف انرجي انا شرحتها بالتفصيل المره اللي فاتت بالتفصيل لما حضرتك خدت استنتاج برنوليز ايكويشن كنت جبت اليمنت وحطيت سيجما الفورسز اللي عليه وطبقت سيجما الفورس وماس اكسلريشن وطلع لك اويلر ايكويشن يبقى هنا جايه من كونزرفيشن اوف مومنتم اللي هي قانون نيوتن الثاني بعد كده عملت انتجريشن وصلت للبرنولز ايكويشن يبقى البرنولز ايكويشن اصلا تعبر على كونزرفيشن اوف مومنتم كونزرفيشن اوف انرجي ده الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس في حاله الايزوثيرمال كيس ان التمبريتشر ثابته بتبقى برنولز ايكويشن هي كمان هي نفسها انرجي ايكويشن لكن هي اصلها كونزرفيشن اوف مومنتم خلاص اقول تاني الكلام ده طيب يبقى انت كنت بتستخدم قانون نيوتن الثاني الحقيقه بتستخدم برنولز ايكويشن هو قانون نيوتن الثاني لكن احنا هنستخدمه بطريقه ثانيه قانون نيوتن الثاني كان بيقول ايه؟ الاكسترنال فورسز اللي هي الاف بتساوي ماس في اكسلريشن الاف بتساوي ماس في اكسلريشن وانا قلت لك اصله الحقيقه ما كانش ماس في اكسلريشن كان اصله ريت اوف تشينج اوف مومنتم ام في دي باي دي تي ام في خلاص؟ الكلام ده عشان اطبقه هجيب كنترول فوليوم واحط الفورسز واعمل انتجريشن انا هوفر لك الكلام ده كله يعني احنا بنيجي نجيب الاليمنت نحط سيجما فورسز دي الاكسترنال فورسز الاكسترنال فورسز عندنا حاجتين بادي فورس زي الويت وسيرفس فورس زي البريشر فورس اللي هو النورمال ستريس او التانجنشال شير فورس بيساوي انرجي خلاص يبقى احنا عندنا البادي فورس هي عباره الكلام ده قلناه قبل كده عباره عن بيأكت على الماس كله بيتناسب مع الماس كلها زي الجرافيتي ام جي السيرفس فورس اكس على السيرفس فقط اما عموديه على السيرفس زي البريشر او ممثل السيرفس زي الفيسكس شير يبقى انت لو خدت كنترول اليمنت كده تقدر تاخد
الفوليوم تجيب لها body force والسيرفس تجيب السيرفس force. هيجيبها دايما هنقي انو كنترول فوليوم هطبع عليه الكلام ده. لما تيجي تختار الكنترول فوليوم دي كذا طريقه هنشوفها في المسائل ممكن حضرتك تستخدم كنترول فوليوم ده. هيبقى في ماس ان وماس اوت تقدر تطبق كونتينيوتي ايكويشن تقدر تطبق على الكنترول فوليوم ده سيجما فورس تساوي ريت اوف تشينج اوف مومنت. نفس الكلام بالنسبه للتيار بس الفرق بين الكنترول فوليوم بتاع التيار والكنترول فوليوم ده ان هنا فيكس كنترول فوليوم هنا الكنترول فوليوم بتاعنا هيبقى موفينج كنترول فوليوم بيتحرك مع التيار. خلاص الكلام ده هيوضح في المسائل. لكن في الاخر انت عايز تطبق قانون نيوتن الثاني اللي هو الفورس تساوي دي باي دي تي ام في. عشان اريحك من غير ما اخش في الديتيلز بتاعه الاثبات انت هتطبق المعادله دي فور ستيدي فلو. انا هتكلم على ستيدي ان كومبرسبل فلو ده كل كلامنا ستيدي ان كومبرسبل فلو بغض النظر عن الستيت تاج. هتجيب كل الاكسترنال فورسز اللي عندك. ايه هما الاكسترنال فورسز؟ الويت بريشر فورس شير فورس اي اكسترنال فورس من الثلاثه اللي اتكلمنا عليهم بيساوي ريت اوف تشينج اوف مومنتم اللي هي التغير في المومنتم اللي هو مجموع المومنتم اوت ناقص مجموع المومنتم ان. المومنتم اوت عباره عن ايه؟ ام دوت في اوت. مومنتم ان عباره عن ايه؟ ام دوت في ان. خلاص مجموع ليه؟ لان ممكن يكون عندي كذا مومنتم ان وكذا مومنتم اوت. يعني هنا مثلا دي مومنتم ان مومنتم ان هنا مومنتم اوت مومنتم اوت مومنتم اوت. يبقى بنجمع كل المومنتم ان اللي هو ام في ان ونجمع كل المومنتم اوت ام في اوت يبقى سيجما المومنتم اوت ناقص سيجما المومنتم ان ده يديني ريت اوف تشينج اوف مومنتم. ريت اوف تشينج اوف مومنتم هو بيساوي الاكسترنال فورس. واضحه؟ يبقى البيتا دي بقى البيتا دي الحقيقه جايه من عمليه الانتجريشن. لما يجي عملنا الانتجريشن كنا بنكامل ام في ففي 2 في يعني تكامل في وتكامل في تكامل في سكويرد. انا هنا حطيت الفي وام دوت جواها في ففي 2 في في سكويرد. احنا بنستخدم في افريج صح؟ في افريج از كونستنت تقدر تطلعها بره التكامل. لكن الحقيقه ده في ايرور. الايرور ده بنصلحه بايه؟ بان احنا بنضرب في فاكتور اسمه بي اللي هو نتيجة استخدامنا الأبرش بلاست. خلاص؟ البيتا دي هتبقى جيفن بالنسبة لك في المسائل لو احتاجناها، لو ما احتاجش بيتا يبقى أنت هتاخدها بواحد. يبقى في الآخر قانون الحياة اللي بنستخدمه سيجما الفورس لو عندي واحد إن بس وواحد أوت، سيجما الإكسترنال فورسز بتساوي مومنتم أوت ناقص مومنتم إن، مومنتم أوت إم دوت في 2 ناقص مومنتم إن إم دوت في 1 والبيتا نفسها دي كوركشن فاكتور. طبعا المومنتم از ا فيكتور وبالتالي ليها مركبتين، مركبه في اتجاه اكس ومركبه في اتجاه واي. دي المركبه في اتجاه اكس سيجما الفورس في اتجاه اكس تساوي ام دوت في في اتجاه اكس في 2 في اتجاه اكس ناقص ام دوت في في 1 في اتجاه اكس. طب انا ليه ماشي بسرعه سريعه دي؟ انا ماشي بسرعه سريعه لان الكلام ده هتفهمه قوي في المسائل اسهل من ان انا اقعد اشرحه لك ايه مره. هناخد المساله دي على سبيل المثال اللي هشرح لك عليها البيزك بتاع المومنتم اناليسيس. ايه الايكويشن دي المساله دي؟ عندك البو، البو ده ليه قطر داخل هوريزونتال بعد كده في انجل وطلع باريا اقل. خلاص؟ ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل ان في تشينج في الماجنتيود بتاع الفلوستي لان الاريا هنا كانت اقل من الاريا هنا اكبر من اريا الخروج اقل من اريا الدخول زائد في تشينج اوف ماجنتيود. يبقى عندك تشينج اوف ماجنتيود تشينج اوف دايركشن وبالتالي عندك تشينج اوف مومنتم. التشينج اوف مومنتم ده هيولد فورس. ايه اللي مطلوب؟ ان احسب قيمه هذه ايه؟ الفورس. خلاص؟ او اسلوب اخر هو بيقول لك خلي بالك الالبو ده بما ان في تشينج اوف مومنتم يبقى هيبقى فيه فورس. الفورس دي هتحرك الالبو فانا عايز اثبت الالبو. هحط انكر او احط ثراست بلوك اللي كنت بكلمك عليها قبل كده. فحاطط هنا انكر حاطط التثبيت مكان التثبيت اهو حاطط رياكشن اف ار في اتجاه اكس واف ار في اتجاه زد وعايز يقول لك احسب الرياكشن فورس. المطلوب حساب الرياكشن فورس. في اي مشكله في الكلام ده؟ ها؟ طيب ايه اللي مديهولي؟ يقول لك ريديوسنج البو. ريديوسنج لان الاريا صغرت is used to reflect water at a rate of 14 كيلوغرام بير سكند. بديلك الام دوت ب 14 كيلوغرام بير سكند. هنا هوريزونتال بايب لاين ابورد هو بيعمل ريفليكشن ابورد بمسافه زاويه 30 درجه بانجل 30 درجه.
while accelerating it. طبعا السرعة زادت. بما ان الاريا قلت يبقى السرعة زادت. The air will discharge water into atmosphere. أنا برمي هنا في الاتموسفير. The cross section area of the elbow is 113 سنتيمتر سكوير. الاريا بتاعت الالبو على الطول 113 سنتيمتر سكوير at the inlet and 7 سنتيمتر سكوير at the outlet. The elevation difference between elevation difference في جهة زد ما بين the center of outlet and the center of inlet 30 سنتيمتر. The weight of elbow and the water inside it consider to be neglected. يعني أنا هحمل الويت بتاع القصر. The body force الويت أنا إيه؟ أحمل بره الموضوع. Friction loss in the elbow is neglected برضو أو negligible. يعني معناها إن كمان الشير فورس إيه؟ أهمل. ده ما فضلش غير إيه؟ External force اللي فضلت حاجة واحدة اللي هي إيه؟ Pressure force بالإضافة إلى إيه؟ الرياكشن اللي أنا حاطه خارجي. Pressure force والرياكشن اللي أنا حاطه ده لازم يساوي الفورس اللي هتتولد من المومنت. Change of momentum. ايه اللي مطلوب؟ احسب الجيج بريشر عند الانلت، عايز يحسب قيمة الضغط على نقطة واحد تكون كمان عايز يحسب الانكرينج فورس، الانكرينج فورس اللي انا مثبت عند النقطة دي، عايز يحسب الانكرينج فورس needed to hold the elbow in place عشان يثبت الالبو. خلاص؟ في أي مشكلة في الكلام ده؟ هل المسألة واضحة؟ طيب عشان تحل المسألة حضرتك محتاج تكتب الجيفن، ايه حاجات الجيفن اللي عندك؟ وتحتاج تكتب الريكوايرد. المسألة الجبن اللي عندنا مدين الدم ده جبن مدين الاريا 1 جبن مدين الاريا 2 جبن مدين بي 2 هي بتساوي اتموسفيريك ايه اللي مطلوب عايز يحسب الدي 1 وعايز يحسب بكام وعايز يحسب الرياكشن فورس عند الانكور كفيكتور عشان احسبه كفيكتور يبقى لازم اجيب الكومبوننت اف ار اكس واف ار زد خلاص يبقى دي الجبن بتاعها الايكويشنز حضرتك هتحل بيها دي الايكويشنز اللي هتبقى جبن عند هاي كواليتي الاسئله هو ما عندناش غير تو ايكويشنز كونسرفيشن اوف ماس كونتينيوتي ايكويشن هيك ام دوت 1 تساوي ام دوت 2 او رو 1 اريا 1 في 1 تساوي رو 2 اريا 2 في 2 ما تنساش ان انا بتكلم على ان كومبرسبل فلو يبقى المعادله دي ممكن ابسطها في 1 اريا 1 تساوي في 2 دي المعادله الاولانيه المعادله الثانيه اللي هي المومنتم equation او conservation of momentum اللي هي سيجما الاكسترنال فورسز تساوي سيجما ام دوت اوت ناقص سيجما ام دوت ان بما ان هنا ما عنديش غير انلت واحد واوتلت واحد يبقى هتساوي ام دوت في 2 ناقص ام دوت في 1 ام دوت في 2 ناقص ام دوت في 1 والبيتا قلنا الكوريكشن فاكتور لو مديهولي هحطه لو مش مديهولي هحطه صح طبعا بما ان المعادله دي معادله فيكتور يبقى حضرتك ممكن تحولها لمعادله في اتجاه اكس سيجما فورس في اتجاه اكس او ام دوت في 2 اكس ناقص ام دوت في 1 اكس وفي اختها في اتجاه زد دول المعادلتين كونسرفيشن اوف مومنتم وكونسرفيشن اوف ماس او الكونتينيوتي ايكويشن والمومنتم ايكويشن كمان عندنا المعادله اللي احنا عارفينها دي مش جديده عندنا اللي هي برنولز ايكويشن برنولز ايكويشن اللي هي بي على جاما زائد زد زائد بي سكوير على 2 جي بتساوي كارت بس نعم بعد اذن حضرتك الكونتينيوتي ايكويشن مش سكيلر اللي هو الكونزرفيشن صح طب الافرج فيلوستي دي سكيلر ولا فيكتور؟ الافرج الافرج فيلوستي ولا انا حاطط الماجنتيود لا هي الافرج فيلوستي انا قلت لك هي حاجه ثيوريتيكال وتعبر عن ماجنتيود ماشي بس ماجنتيود الافرج فيلوستي عباره عن ايه؟ عباره عن الافرج بتاع البروفايل بتاع فيلوستي بما ان البروفايل بتاع الفيلوستي انت هنا الفيلوستي از ا فيكتور الفيلوستي في القانون ده از ا فيكتور لكن في الكونتينيوتي ايكويشن انا اخد الماجنتيود بتاعها بس يعني باختصار دي النورمال فيلوستي النورمال كومبوننت على الجانب ماشي فانت واخد الكومبوننت بتاعتها بس اقول تاني يعني عشان اوضح برضه القصه دي بما ان حضرتك سالت لو انا كنت قلت لك السرعه دي طالعه في الاتجاه ده ماشي قيمه ما ينفعش حضرتك تاخد السرعه دي لازم تحللها وتاخد الكومبوننت العموديه عليها
وبدل حللتها وخدت الكومبوننت يبقى تحولت من فيكتور الى سكيل. ماشي؟ نعم. نعم. ايه؟ البيتا قلت لك نتيجه واحنا بنعمل اثبات المفروض استخدم الانستانتينيوس فيلوسيتي اللي هو البلوست بروفايل. لما اجي اكامل هكامل البلوست بروفايل اللي هحتاج في اللي موجوده جوه الام في في اللي بره، ام في في، ام فيها في 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 بره. يبقى تكامل في سكور. الفي الفي متغير. عشان نعرف القصه دي قلنا هنتكلم بالافريج بروسيس ده تقريبا احنا عملناه. عشان ارجع اصلح التقريب ده بحط بضرب في كوركشن فاكتور مقدره بيه. كوركشن فاكتور ده بيعتمد على الفلو، هل هو لمنا ولا هو ايه؟ لو انا ما اديتكش قيمه بتاخد واحد. تقول لي قيمه حد ثاني. انا مش هتكلم عنها اول حاجه واسهل حاجه تطبقها الكونتينيوس ايكويشن، لانك ما عندكش السرعه في واحد ولا عندك السرعه في اثنين، لكن هو مديني ام دوت. هل الام دوت 14 تساوي 14 كيلو جرام بير سكند؟ تقدر تقول الام دوت بتساوي ايه؟ رو اي واحد في واحد تساوي رو اي اثنين في اثنين. ده ميه ربع الف هيعرفها، الاريا مديها لي واحده ب 113 مديني هو الاريا واحد ب 113 لو رجعنا كده بصينا هتلاقي مديني الاريا واحد 113 سنتيمتر سكوير. ما تنساش اليونتس، لو انا بتكلم اس اي يونت يبقى لازم سنتيمتر سكوير دي تتحول الى متر سكوير، يعني تضرب في 10 وتصنع 4 ودي لك كمان الاوت ب 7. يبقى انت عندك اريا واحد وعندك اريا اثنين والرو عندك والام دوت عندك، هتقدر حضرتك تحسب البي واحد بكام؟ وهتقدر تحسب البي اثنين. طب هو ايه اللي كان طالبه؟ هو كان طالب البريشر. البريشر ملوش علاقه قوي بالكلام اللي انا بشرحه، ده ليه علاقه بالكلام اللي انت بتاخده مع الدكتور حسن، انك هتيجي تطبق النوليز ايكويشن ما بين نقطه واحد ونقطه ايه؟ اثنين. لما تيجي تطبق النوليز ايكويشن ما بين واحد واثنين هتكون في واحد على جاما زائد زد واحد زائد في واحد سكوير على اثنين جي تساوي في اثنين على جاما زائد زد اثنين زائد في اثنين سكوير على اثنين جي زائد اتش لص. بس هو قال لي اهمل اللص، فمش هيبقى عندي ايه؟ لص. ايه اللي معروف عندي في المعادله دي؟ في واحد تفتحها في 2 جبتها زد 2 ناقص زد 1 عندك 30 سم في 2 قايل لك ديسشارج انتو اتموسفير حاجه بصفر، يبقى المجهول الوحيد هيكون ايه؟ في 1. فانت جبت في 1. يبقى انت احنا ما بنحلش المساله، احنا بنحل الجزء السهل اللي انت عارفه. طبقت البرولز ايكويشن جبت البريشر. في اي مشكله في الكلام ده؟ عايزين بقى ايه؟ فورسز رياكشن. نطبق المعادله او الكومبوننت بتاعتها. عشان اطبق المعادله دي خلي بالك المعادله دي تطبق على ايه؟ تطبق على كنترول فوليوم. تطبق على كنترول فوليوم. خلاص؟ يبقى حضرتك لازم تنقي كنترول فوليوم تطبق عليه ايه؟ المعادله. فين المساله بتاعتنا؟ المساله اهي. خلاص؟ ايه الكنترول فوليوم اللي انا هاخده؟ انا هاخد كل الاليمنت ده اللي هو الخط المنقط حضرتك شايفه ده، كل ده هاخده كنترول فوليوم. يعني الكنترول فوليوم بتاعي هو كل ده من بره انكلودنج البايبس. خلاص؟ ده الكنترول فوليوم اللي خدته. المعادله بتقول لك ايه؟ سيجما الاكسترنال فورسز بتساوي ريت اوف تشينج اوف مومنتم. فين بقى الاكسترنال فورسز عندنا؟ عندك على الالم اللي انت خدته ده في بريشر هنا، صح؟ وعندك رياكشن فورسز. وعندك بريشر اوتلت بس البريشر اوتلت سي سي. فريكشن قايل لك اهمله مفيش فيسكس، لكن حتى لو في صراحه لان انا خدت الاليمنت ايه من بره يعني من الطايف من بره مفيش اي يعني لو في فريكشن لوسز هتبقى ما بين الفلويد والبايب
كريكشن لوسز لو دي مش لوز وفايت لو كانت موجوده هتضيع بعضها. دي هتضيع بعضها لان في فريكشن من البايب من الفلويد على البايب وفي فريكشن من البايب على الفلويد. دول بيضيعوا بعض لو انت خدت الاليمنت بالبايب بالفلويد اللي جواه. لكن لو انت خدت الاليمنت بتاعك الفلو بس كان هيظهر فريكشن لو كان موجود. قلت لي الكلام ده؟ حد فاهم حاجه؟ طيب. وبالتالي ما عندكش فريكشن هنا، ما عنديش فريكشن وما عنديش ويت لان هو ايه اللي يهمل الويت. فضل التشينج اوف مومنتم. تشينج اوف مومنتم انت عامل ايه؟ ام دوت في واحد ناقص ام دوت في اثنين. ما تنساش البروس دي ذا فيكتور. يبقى انت هتيجي تقول ايه؟ في واحد في الاريا واحد ده البريشر فورس زائد حط اف ار اكس ولا اف ار زد؟ اف ار ولا اف ار اكس ولا اف ار زد؟ بما ان انا ضربت البي في الايه؟ البي ده في اتجاه البي في الايه البريشر فورس في اتجاه اكس، يبقى انا بكتب هنا الكومبوننت بتاعت الاكس فقط، يبقى هيبقى اف ار اكس بيساوي ام دوت في 2 اكس ناقص ام دوت في 1. اشمعنى في 1 ما حطيتش في 1 اكس؟ لان هي في 1 كلها في اتجاه ايه؟ اكس. دي معادله في اتجاه اكس، نقدر نكتب المعادله في اتجاه زد؟ نكتب المعادله في اتجاه زد هتبقى عباره عن ايه؟ اف ار زد. اف ار زد ما عنديش بريشر في اتجاه زد، عندي اف ار زد بيساوي ناقص ايه؟ خلاص؟ ايه اللي معلوم في المعادله دي؟ معلوم البي والاريا والام دوت والبي معلومه ومعلومه الزاويه 30 فبي 2 كوساين 30 والبي 1 معلوم. كل المعادله دي معلومه. بي ار زد يبقى بي ار اكس هطلعها من المعادله دي، كذلك بي ار زد تساوي ام دوت بي زد، يبقى انا هقدر اطلع ام دوت بي. اي سؤال في الكلام ده؟ ده الحل. خلينا نشوف احنا حلينا صح ولا لا. اول حاجه طفانا الكونتينيوتي ايكويشن، عندك ران انلت وان اوت ستيل فلو، يبقى ام دوت 1 تساوي ام دوت 2 تساوي ام دوت تساوي 14 كيلو جرام بير سكند. جبنا بي 1 عباره عن ام دوت على رو في 1، حول الاريا لسنتي متر، طلع البي 1 1 وربع. جاب بي 2 اللي هي الدوت على رو في اريا كلين، طلعت ب 20 متر في الثانيه. دي اول حاجه في الكونتينيوتي ايكويشن، جبت بي 1 بعد كده طبقنا بالنولز ايكويشن ما بين نقطه 1 ونقطه 2. كل حاجه عندنا بي 1 ناقص بي 2 بيساوي رو جي، بي 2 سكوير ناقص بي 1 سكوير على 2 جي زائد 2 ناقص 1، زد 2 ناقص زد 1 30 سم اللي هي 3 من 10، بي 1 ب 20 سكوير، بي 2 ب 20 سكوير، بي 1 ب 1 4 من 10 سكوير على 2 في 9 8 من 10. كل حاجه معلومه بتطلع في 1 اللي هي طلعت ب 202 كيلو باسكال. بعد كده رحنا للمومنتم اناليسيس، اوبزرفيشن اوف مومنتم، سيجما الاكسترنال فورس بتساوي سيجما المومنت اوت ناقص سيجما المومنت ان، سيجما فورسز عباره عن رياكشن في اتجاه اكس، بريشر فورس في اتجاه اكس بيساوي مومنتم اوت في اتجاه اكس اللي هي ام دوت بي كوساين ثيتا ناقص مومنتم ان في اتجاه اكس ام دوت بي. المعادله الثانيه الفورس اتجاه زد تساوي مفيش غير مومنتم اوت بس اللي هي ام دوت بي 2 ساين ثيتا، ومن هنا بتقدر تجيب البي ار اكس والبي ار زد. اي سؤال في الكلام ده؟ اي سؤال؟ طيب لو الكلام ده واضح نخش مساله ثانيه. المساله الثانيه هي نفس المساله الاولانيه بالظبط بس الاختلاف بسيط. الثاني كان عامل انجل 30، القلبو بتاعك كان زاويه 30، هنا عملنا البند 180 درجه. هنا عملنا البند 180 درجه، يعني بدل ما 30 لا ده عمله 180 درجه. خلاص؟ سؤال لحضرتك قبل ما تحل، قبل ما سيادتك تحل، وده بدرجه بونص لو حضرتك. فين الاخ اللي جاوب هناك؟ كتبت اسمك في ورقه ولا لا؟ اكتب اسمك في ورقه وبعتها لك. قبل ما احل، لو ده نمره فيه من المساله، تفتكر الرياكشن فورس اف ار اكس هتبقى اكبر ولا اقل من الحاله الاولانيه وليه؟
والاف ار زد هتبقى اكبر ولا اقل من الحاله الاولانيه وليه باللوجيك. اتفضل. اف ار اكس هتبقى اكبر خلاص هو قاعد يحللها وضرب في ساين 180 عشان يطلعها ما هي باينه يا نظام. ده النص الثاني من السؤال وهو الاسهل في زد. النص الاول من السؤال هل الفورس هتزيد ولا بما ان الفورس دي تو تشينج اوف مومنتم صح؟ فهل التشينج اوف مومنتم هنا بقى اكتر من الحاله الاولانيه ولا اقل؟ خلي بالك هنا حصل تشينج اوف مومنتم في الدايركشن كومبليتلي تشينج اوف دايركشن. كنا بوزيتيف بعدين بقينا نيجاتيف، يعني التشينج نتيجه الدايركشن اكبر بكتير من التشينج نتيجه الدايركشن في الحاله دي. الحاله دي كانت تشينج نتيجه زاويه 30 بس. خلاص؟ لكن هنا التشينج اوف مومنتم نتيجه زاويه 180، وبالتالي التشينج اوف مومنتم هتبقى اكبر بكتير نتيجه الزاويه اتغيرت 180 درجه. الماجنتيود هيفضل هو على فكره. ليه؟ لان هو في راس المساله بيقول لك انا قلت لك هي نفس المساله، يعني الاريا دي هي نفسها الاريا دي. خلاص؟ وبالتالي المساله هي بالظبط. الحاجه الوحيده اللي اتغيرت قيمه المومنتم اوت. المومنتم او خليني اقول لك كده البنز عادة الحقيقة المسألة دي احنا بس بنوضح لك فيها حاجتين مع بعض ماجنتيود ودايركشن، لكن البنز والايربوز اللي حضرتك خدتها مع الدكتور حسن كان في تشينج اوف دايركشن فقط. خلاص؟ فتخيل كده لو بن 180 او بن 90 نفس القطر بنفس نفس القطر بنفس الكلورين ها؟ او بن 45 واحد اثنين ثلاثة بين 180 بنفس القطر إن أوت بين 90 بنفس القطر إن أوت بين 45 بنفس القطر إن أوت. تفتكر الثراست بلوك اللي احنا اتفقنا اللي هي هتوقف حركة البند، تفتكر الثراست بلوك أكبر قوة الثراست بلوك هيبقى أنا واحد في الثلاثة وأقل واحد هيبقى أنا واحد في الثلاثة؟ أكبر ثراست بلوك هو رقم ثلاثة وأقل ثراست بلوك اللي هو رقم ايه؟ واحد. طيب حد عنده إجابة أخرى؟ حد يا جماعة فاهمين السؤال ولا لا؟ جايز تلاقيه نظري ده في الامتحان. يعني عندك ثلاثة بنز أو ثلاثة إيه؟ واحد 45 واحد 90 واحد 180 عايزك ترتبهم لي من حيث الثراست بلوك اللي أنت محتاجه. اتفضل. العكس يا دكتور، الأكبر هيبقى واحد والأصغر هيبقى ثلاثة. الأكبر واحد والأصغر ثلاثة. حد عنده إجابة أخرى؟ أكبر واحد والأصغر ايه؟ اثنين. حد عنده إجابة ثالثة؟ ممكن حضرتك قلت لي ليه الأكبر واحد والأصغر اثنين؟ تمام. واحد اثنين عشان كده قلت لي. طيب ممكن حضرتك تقول لي ليه اخترت واحد اثنين ثلاثة؟ هنا في زاوية 180 فده هيبقى أكبر هيبقى عكس الإشارة، يعني الـ V2 هتبقى عكس الإشارة فالمجموع هيبقى كبير، وكل ما الزاوية بتقل
الثراست بلوك بيقل. ببساطة يا جماعة احنا الفورس اللي بنتكلم عليها اللي بنحتاج لها الثراست بلوك due to change of momentum. والتشينج اوف مومنتم ده تشينج يا في الماجنيتيود يا في الدايركشن. بما ان انا قلت لك القطر الداخل قد القطر الخارج يبقى التشينج اوف ماجنيتيود بتاع بره الموضوع. يبقى هو due to change of direction. كل ما كان التشينج اوف دايركشن اعلى كل ما الفورسز هتبقى ايه؟ اعلى. اكبر تشينج اوف دايركشن هو 180 لان كان ليه قيمه وبقت العكس تماما زي ما هنشوف المساله دي واحنا بنحل. يبقى ده اكبر ثراست بلوك حضرتك محتاجها. اقل ثراست بلوك هو اللي تشينج زاويه 45 بدليل لو الزاويه صفر محتاج ثراست بلوك قد ايه؟ مش هنحتاج ثراست بلوك خالص، ما فيش تشينج اوف مومنتوم اصلا. في البايب لاين سرعه قيمتها ثابته واتجاهها ثابت، ما فيش تشينج اوف مومنتوم. التشينج اوف مومنتوم ده بيجي نتيجه التشينج اوف فيلوستي ماجنتيود او دايركشن. وبالتالي التكليف طبعا هو 1 2 3 في نفس الرقم اللي انا كاتبه ده. واحد اكبر ثراست بلوك او اعلى قيمه ثراست بلوك، 2 اللي وراها وبعدين 3. خلاص. طب انا هنا بتكلم بقى على يعني عشان نتكلم بدقه اعلى. وانا هنا بتكلم على انه قيمه الثراست بلوك اف ار اكس ولا الاف ار زد ولا الاف ار توتال؟ الاف ار توتال. لكن لو اتكلمت على الاف ار اكس والاف ار زد، لو حبيت ارتب على الاف ار اكس والاف ار زد، اتفضل. الاف ار زد هيبقى 3 هيبقى اكتر واحد 3. ده مين فيهم زد ولا ايه؟ ولا ايه؟ زد اكبر واحد فيهم ايه؟ 3. وقال له واحد واحد. وقال له واحد واحد. ماشي. اكس. اكس. واحد واحد. هيبقى عكس زد. واحد اكبر واحد. ايوه. والاثنين في النص وثلاثة. طيب. تاني عنده اجابة اخرى. واحد. زد ده 3 اكس. اكبر واحدة 2. وبعدين 3 بعد كده واحد. وبعدين 3 بعدين واحد. طبعا برضو لو بتكلم على زد اكبر زد هيبقى 2. ليه؟ ده ما كانش بيعمل مومنتم خالص هنا، الاول هيعمل ماكسيموم مومنتم. اما هنا هيبقى عندك 2 كومبوننت، واحده في اتجاه اكس واحده في اتجاه ايه؟ واي. طبعا ال 180 ده ما فيهوش كومبوننت خالص في اتجاه ايه؟ زد. فلو برتب الاف زد على 2 اعلى واحد وبعدين 3 وبعدين 1، الاف اكس فعلا زي ما قال زميلنا هو نفس ترتيب التوتال اللي هو 1 2 3. حد فاهم حاجه؟ حد عنده مشكله؟ حد مش فاهم انا بتكلم عليه؟ خلي بالك انا بحل الكلام ده من غير ما بقى من غير ما بحسب حاجه، من غير ولا قلت لك ايه ولا حاجه. طب اللوج خلاص؟ طبعا لو في ارقام زي المساله دي بقى احنا هنحلها خلاص. طب ايه المشكله؟ لو اتفرجت على حاجه بس تخلي نفسي امسك الورقه بس انا ايه الجديد بقى في المساله اللي عندنا دي؟ الجزء بتاع الكونتينيوتي ايكويشن هو هو زي ما هو، لان هتطبق اريا فلوستي تساوي اريا فلوستي وهي نفس الاريا ونفس الام دوت زي ما هي هي. الجزء بتاع البريشر يبقى هو هو برضه، لان هو بيقول لك هنا اتموسفيرك وهنا البريشر، طبق رول سبيشال طلع بيه واحد. اما الجديد هيجي فين؟ في الجزء بتاع الايه؟ الفورس. ايه اللي بيخلي الجزء بتاع الفورس هيختلف؟ الكنترول فوليوم بتاعك ايه؟ هيختلف. فحضرتك لما تيجي تتكلم على كنترول فوليوم مختلف تفتكر ناخد انه كنترول فوليوم؟ انا هدي لك اقتراحين وانت قول لي انه واحد فيهم اللي هتستخدمه. الاقتراح هو موجود عندنا اوريدي اللي هو بالاسم ده. اقتراح بالاسم ده. الاقتراح الثاني اللي انا هديه لك هو ده. اقتراح اللي هو رسم دوت في الاسود اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو كل البادي. والاقتراح اللي انا قلته ان انا حاولت القلب بس. دكتور مين فيهم احسن وليه؟ الاقتراح الاول الاحسن علشان الاقتراح الثاني هستخدم فيه انتجريشن وكده ان انا اطلع البترول فوليوم. حد عنده اجابه اخرى؟
هو الاقتراح الاول برضو، بس عشان مثلا انا لما حاجه ادرس السيستم ده حضرتك في الاقتراح الثاني ما احدد حواف او البايز نفسها، فلما حاجه ادرس تاثير الفورس هحتاج انقل القوه، هيبقى في قوه وعزم كده ونقل اكتر من مره يعني. لكن الاقتراح الاول فانا هنقل على طول من غير اي نقل. حد عنده اجابه اخرى؟ حد عنده اجابه اخرى؟ وطبعا انا عاجبني ذكائكم البديهي ان يقول لك بما انها محلوله ومرسومه مطبوعه الكنترول فوليوم ده يبقى واضح ان هو كده الاحسن يعني. دي درجه بونص علينا موجوده، حد مش عايز ياخدها؟ تاني احسن زين. الراجل عايز يريح الكنترول، ما عايز حد يقول له تاني احسن. هو هتتلاشى مع بعضها عصر. حد عنده اقتراح تالت؟ مفيش حد ذكي في المنطقه دي. طب انا قلت مين فيهم احسن؟ ناس قالت الاقتراح الاول ما عجبتنيش الاجابه وقلت اقتراح تاني، راح واحد عشان يريح لي قال لي الاقتراح التاني احسن، ما عجبتنيش الاجابه برضه، فضل اقتراح واحد. الاثنين زي بعض. اي أيوة والله ينور عليك، الاثنين زي بعض. هما الاثنين زي بعض. انا مش هحط عليه اي كورس اساسي. فين الاكسترنال كورس عندنا؟ قوة ثابتة في الحالتين، ثابتة سواء كنت دخلت المومنت فين تشينج اوف مومنتم في الحالتين، ده ان وده اوت بغض النظر على شكل الكنترول فوليوم. يبقى شكل الكنترول فوليوم اللي مرسوم او اللي انا رسمته بالاحمر الان والاوت ما اتغيروش، الفورسز اكسترنال فورسز ما اتغيرتش وبالتالي مش هتفرق خالص. لكن في احوال ثانية بقى ممكن اختيار الكنترول فوليوم ده يعرف المسألة خالص. اختيار الكنترول فوليوم لازم تاخده، احنا طبعا احنا شغالين في المسائل كل مره هنختار كنترول فوليوم واقول لك اختاره. ايا كان بقى الاقتراحين حضرتك هتيجي تطبق الحاجه الوحيده اللي هتتغير تشينج اوف مومنتوم. لما تيجي حضرتك تطبق التشينج اوف مومنتوم هتقول سيجما اكسترنال فورسز تساوي ام دوت في 2 ناقص ام دوت 1 دي الفيكتور. طيب انا هحلل في كام اتجاه؟ في اكس وزد. طبعا زد مش محتاج تكتبها لان زد الحاجه الوحيده اللي فيها الاف ار زد، يبقى واضح ان الاف ار زد هتبقى بايه؟ طيب هيبقى عندك تحليل في اتجاه اكس فقط، عندك بريشر فورس هنا دي 1 زائد الاف ار اكس، لو حضرتك تيجي تكتب هتقول بي 1 في الاريا 1 بلس الاف اكس ار اكس يساوي كلمه دول هاخدها مشترك بره لان هيبن في 2. في 2 انا هحطها بكام؟ دائما بتاخد اتجاه بوزيتيف والاتجاه الثاني ايه؟ بيبقى نيجاتيف. فلو الاتجاه ده بوزيتيف يبقى البي دي هتكون في الاتجاه ايه؟ النيجاتيف. يبقى حضرتك تيجي تعوض لازم تقول ناقص الماجنتيود بتاع الاكس. خلاص؟ يعني اللي احنا كنا مطلعينها 20 متر في السكند هتبقى ناقص 20 متر في السكند، وطبعا ناقص دي واحد زي ما هي ناقص دي واحد. يبقى كل الحكايه عشان اتجاه السرعه في عكس اتجاه كانك بتحللها برضه، كانك بتحللها، فهي يعني زميلكم هنا قال لك انا هحللها دي كوساين 180، كوساين 180 بالسالب يبقى تطلع بالسالب، طبعا هي باللوجيك باينه اكتر يعني، لو عايز تعملها رياضيا هتبقى برضه دي كوساين مركبه اتجاه اكس عباره عن 2 كوساين 180، كوساين 180 هيبقى ماينس 1 وساين 0 ب 1 ماينس 1. يبقى لي معادله ايه؟ المضاف دي 1 انتهى، دي 2 انتهى، الباب كده فين بقى؟ الباب وانت بتعوض لما جيت عوضت من في 2 اللي هي في 2 كوساين ثيتا، في 2 كوساين 180 اللي هي ناقص. طبعا هتلاقي الفورس اكبر لان بقت دي 1 بلس، بس طبعا اكيد تبقى اكبر من الحاله الاولانيه. اي سؤال في الكلام ده؟ اتفضل. اتجاه
زميلك عنده سؤال لحضراتكم انا هقوله باسلوب اخر. زميلك بيقول لك لو بدل الفلو ان اوت بقى الان من هنا والاوت من هنا نفس المساله بالظبط بس بقى الان من الناحيه دي والاوت من الناحيه الثانيه. مش ده سؤالك؟ بيسال حضراتكم هل في فرق والفرق هيكون ايه؟ سايب البريشر زي ما هو فوق نمره 2 دي اتموسفيريك وهنا الفي 1 زي ما هي. دكتور كل الحكايه انه عكس تكون ايه واوت في بوتنشال انرجي معاك تكون بتاعت الضاير او بوتنشال انرجي بتاعت الضاير ماشي مثلا طب انا هسهل لك السؤال. لو عكسنا اتجاه الفلو مع تثبيت البريشر زي ما هي البريشر قيمته زي ما هو غيرناش قيمه خالص ايه الاف ار اكس هتزيد ولا هتقل ولا هتفضل ثابت؟ هتفضل ثابت. ليه؟ مش فارقه كده كده انا باخد البي 2 بنقص من البي 1 تفضل زي ما هي يعني الماجنتيود هيتغير الدايركشن بس ما قلتلكش جاوب خدت درجه خد ياما يا عمر السنه دي كلها كل محاضره لا ابدا خلي سحب من الماده يا دكتور مش هيحسدك الحد الغريب يحسدك صحابك يعني اصحاب صراحه ولا منهم ولا زي اللي اصل كتير يا ساتر يا رب صحابك ها؟ صحابك اه والله حد عنده اجابه غيره؟ لا انت مش هتقول انا قريت على زميلك مش اتفضل قول فضل العند فيهم خد درجه ثانيه ايوه الماجنتيود هيفضل ثابت بس الدايركشن هيتغير هيبقى ايه؟ الدايركشن هيتقلب؟ هيبقى 180 درجه بقى صح لا لا خليك مش موصله حرام ده ايه ولا مش اصلا انا لو مكانك كنت جاوبت غلط صراحه ما كنتش هخاطر ابدا ان اجاوب صح والناس دي كلها عماله تقر علي ما يقر بس ما تزعلش بقى وانت مروح لا لا طبعا هو الفرق الوحيد اتجاه تغيير المومنتم غير لك الاتجاهات كل الارقام هي هي بس الاشاره هتتغير كلام جميل صح كل الارقام هي هي بس الاشاره مستعد ان انا اشرح لكم سكت الاسم اخر مثال هشرحه النهارده لان هكمل عليه المره الجايه ده هو دخل البنات داخل المباراة الجاية هتكلم على التسينات وهتكلم على الخيب والمومنتم عندنا حاجة اسمها لينير مومنتم وده اللي انا بتكلم عليه ومجدتلكش سيرة خالص الانجلر مومنتم ماشي المباراة الجاية هتكلم عن الانجلر مومنتم كمان النهاردة بتكلم على الفيكسد بليت متكلمتش عن البليت وهو متحرك طب البيرتون الويل هتبقى فيكسد لو انا جيت بصيت كده على الرسم هل البيرتون الويل ده البليت ده ثابت ولا متحرك؟ متحرك طبعا لو ثابت فانا مش هاخد حرب ما هي انت في الاخر بتحول هيدروليك باور الى ميكانيكال باور ميكانيكال باور بتساوي ايه؟ اف ايه؟ تورك اوميجا لو هو ثابت يعني اوميجا بصفر يبقى الباور اللي هتاخدها بكام؟ بزيرو فلازم تكون متحركه خلاص؟ فالمره الجايه هنتكلم على البليت لو هو متحرك كمان هنتكلم على حاجه اسمها انجلر مومنتم بدل لينيا مومنتم لكن خلينا النهارده اتكلم على البروبلم دي اللي هي فيكسد عشان المره الجايه هقول لك لو هي متحركه ايه التغيير اللي هيحصل عندنا في المعادله. فلو انا عندي ووتر جيت سترايكنج اجيتيشنري البليت ده ثابت وفي ووتر جيت بتخبط في البليت ده ايه اللي احنا عايزينه؟ عايزين نشوف القوه اللي هحتاجها عشان اثبت هذا البليت اللي هي لما اجي اتكلم على التربينات هقول لك دي القوه اللي هتحول لي الهيدروليك باور الى ميكانيكال باور لكن هنا بنتكلم على تثبيت مدي لك سرعه اللي خارجه من الجت 20 متر في السكند مدي لك الماس ريت 10 كيلو جرام في السكند بيخبط في هذا خلاص طيب. السؤال ايه السؤال ان حضرتك برضو هتتكلم على
كنترول فوليوم. بس قبل ما اتكلم على كنترول فوليوم ايه اللي هو مديهولي؟ هو اداني ام دوت اداني بي دي 1 دول دي ايه اللي هو عايزه الريحكشن. هنا مفيش بريشر لان كله اتموسفير، مفيش فيسكس، مفيش ويت، ما فضلش غير الرياكشن فورس مع التشنج اوف مومنتم. الرياكشن فورس اف ار اللي حضرتك عايزها والتشنج اوف مومنتم التغير اللي هيحصل في المومنتم ان واوت. خلاص السؤال اللي هتساله لنفسك هاخد الكنترول فوليوم بتاعي ازاي. خلاص واحد هيقول لك انا بدرس فلويد ميكانكس فانا هاخد كنترول فوليوم فلويد ميكانكس، هيقول لك انا هاخد كنترول فوليوم. يعني ايه؟ يعني خلي الفلو بس وخرج البيت. هل الاختيار ده موافق؟ لا مش موافق. ليه مش موافق؟ لانك انت بتدور على الاكشن فورس على البيت. لما انا بدور على الاكشن فورس على البيت يبقى لازم ادخل البيت داخل الكنترول فوليوم ايه؟ بتاعي. وبالتالي الكنترول فوليوم اللي هو مرسوم ده هو اللي انا هاخده. ليه؟ لان ايه الفورسز بقى اللي على الكنترول فوليوم هنا؟ انت بتدرس الكنترول فوليوم، بتدور الفورسز على الكنترول فوليوم، عندك اف ار ايه؟ دي موجوده على الكنترول فوليوم. لو في ويت كنت هحط ويت، لكن ما عندناش ويت. خلاص؟ فين التشنج اوف مومنتم؟ عندك ام دوت في 1 داخله في اتجاه اكس ام. بتخرج ازاي دي؟ بتخرج طبعا انت البتاع ده مش راس، ده ممكن يكون افق. خلاص؟ او انا هامل الجرافيتي افكت. وبالتالي الفلو بيخرج في الاتجاه ده؟ اتجاهات ايه؟ زد. يبقى التشنج اوف مومنتم عندك ام دوت اي في اتجاه اكس وام دوت اوت في اتجاه ايه؟ زد. يبقى لما تيجي تتكلم عن المومنتم ايكويشن هتتكلم على المومنتم ايكويشن في انه اتجاه انت عايز الاف ار، فهتتكلم على المومنتم ايكويشن في انه اتجاه اتجاه اكس. تيجي تطبق المومنتم ايكويشن في اكس دي نفس الايكويشن اللي عندنا، دي الايكويشن اللي انا هاخدها ايه؟ اللي هاخدها عشان استخدمها. عندك ادي الايكويشن سيجما فورس بتساوي سيجما ام دوت اوت ام دوت في اوت ناقص ام دوت في اي. خلاص هتيجي تدور فين الان وفين الاوت. نمره واحد ان، لو ارجع تاني هنا انا بتكلم عن اتجاه اكس، عندك في واحد اتجاه اكس اللي هي كانت ايفن ب 20 متر في الثانيه، يبقى في واحد اتجاه اكس معروفه اهي، في واحد اكس هي نفسها في واحد، في 2 اكس اللي هي سرعه الخروج في اوت كلها بتخرج في اتجاه زد ملهاش مركبه في اتجاه واي، سوري ملهاش مركبه في اتجاه اكس، وبالتالي تبقى في 2 اكس ب 0 يبقى في 1 تساوي 1 اكس، وفي 2 اكس ب 0 يبقى نيجي نعوض الفورس بناقص اف. ليه حطيناها ناقص اف؟ لانك انت بتاخد اتجاه موجب واتجاه ايه؟ سالب، فانا اخد كده اتجاه ايه؟ اكس ده الاتجاه ايه؟ الموجب، عشان كده عوضت عن في 1 20 متر في السكند موجب، يبقى الفي ار في الاتجاه السالب هتبقى بالسالب. يبقى الاف ار بالسالب ناقص اف ار بتساوي ام دوت اوت ام في اوت بالصفر ناقص ام دوت في ان اللي هي بتساوي في 1. ام دوت بديها لك هو ب 10 كيلو جرام بير سكند، في ب 20 متر بير سكند، لما نضرب الاثنين دول في بعض انت قلنا هناخدها في 1 يطلع لك الفورس ب 200 نيوتن، والناقص راحت مع الناقص يبقى انت جبت قيمه الاف ار. يبقى كده جبت قيمه الاف ار بتساوي 200. اي سؤال في الكلام ده؟ ايه اللي هنتكلم عليه المره الجايه؟ تفتكر كده لو البليت دي اتحركت بسرعه كده الرياكشن فورس هتزيد ولا هتقل؟ السؤال الثاني، هل ممكن في لحظه الرياكشن فورس تبقى بصفر؟ فكر في اجابتين السؤال ده لغايه ما نشوف ان شاء الله يوم الثلاثين.